ربنا يفك سجنها موسى. معلش يا اخويا، انا لسه سامع قريب يعني ان اختك راحت في ال والله هي قتلته بصحيحها موسى. اكتر حاجه مخوفانا ان عيالنا واختك يورثوا منك اللت ده. ايه؟ ما خدتش بالك من كلمه عيالي؟ ما خبرش ان اختك حبله؟ الكلمه عقدت لسانك ولا ايه؟ ما هتقوليش مبروك ولا ما بتتصدرش غير في العفش بس؟ موسى، في خواجه قاعد مستنيك من بدري. منور يا خواجه والله. نورك حبيبي. ألف مرحب. أهلاً وسهلاً. أهلاً ألف وسهلاً. مرحب يا خواجه. هو ده الرئيس موسى. أول لما بيحضر بتحل البركة. أهلاً وسهلاً. نورت الدنيا كلها. أهلاً وسهلاً. أنا أتكلم عربي كويس. أنا كنت عايش في لبنان فترة طويلة. يا ألف مرحب بلبنان وبالخواجه مركوني. أنا موظف عند خواجه مركوني. أنا جاي بخصوص أقدم عرض ليك، مخصوص ليك حبيبي. لأنك أنت متخصص في بيع راديو مركوني. الحمد لله. عشان كده إحنا اخترناك تكون الوكيل الوحيد لينا في مصر. الحمد لله رب العالمين. بس المؤاخذة خواجه، إيه الوكيل ده؟ يعني تمضي العقد بينك وبين الشركة بتاعتنا إخنا، وتكون الموزع الوحيد لينا في مصر. منين ما تقول أنا معاك يا خواجه. توزع وتبيع، توزع وتبيع لمصلحتك. فين العقد يا خواجه؟ أهو عندك. اللهم صل على النبي. اجرى براحتك، ولو اتفقنا تيجي نمضي العقد عندنا في مكتبنا. ان شاء الله يا اخي. اوكي حبيبي؟ ان شاء الله، انا هجراه ومخمخ فيه وان شاء الله يعني يومين وارد عليه. تحت امرك خبيبي. باذن الله. تحت امرك. الله يخليك. شرفت ونورت. شكرا خواجه. اوصلك لحد تحت وربنا. شكرا خبيبي. انزل معاك يا خواجه. شكرا خبيبي. وربنا ننزل معاك انا. شكرا شكرا. بركة دعاك يا امه. اللي انت يا موسى بتعرف تقرا؟ اقعد ولا بعرف اقرا ولا نيل، بس ابان قدامه حمار يعني يخليك فكير. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنمضوا العقد. هنبصم ولو بالعشرة، احنا نطوله. أول حاجة في هرم موسى. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.